السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمناكم تكونوا بخير. درت هذا الفيديو خصيصا باش نقول لكم شكرا بزاف 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 على لي كومونتير اللي حطيت في اللي حطيتو ليا في لا سالاد اللي حطيت لكم نهار السبت. ما عرفتش اش نقول لكم، والله ما عرفت اش نقول لكم. عرفت قيمتي عندكم، عرفت راسي عزيزة عندكم. شكرا لكم بزاف 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 والله. البارح كنقرا لي كومونتير وحق الله العظيم الا عجبني الحال بزاف بزاف بزاف. قلت راه ماشي محبه لله، ما خلصتكم عليها، ما والو، محبه لله لله يخطيكم. ما عرفتش اش نقول لكم، وحق الله ما عرفتش اش نقول لكم، ولكن الله يكبر بكم كيف كبرتوا بيا، وتا انا توحشتكم كيف نتوما توحشتوني. راه الله اللي شاد، راه غير كان الظروف اللي قوى مني، والله العظيم الا الظروف قوى مني بزاف بزاف اللي منعتني على يوتيوب. ودابا الحمد لله، وان شاء الله بالفضل ديال سيدي ربي ورضات الوالدين وانتوما غادي نعاود نرجع ان شاء الله، وغادي نحاول ننسى. واخا ما عمرنا ما غادي ننسى، غادي نحاول ننسى واحد شويه وترجع ليا عاوتاني الروح واحد شويه، ونتكونسونطرا مع الوصفات. لا نتلقى فيها، نخرج فيها داك الشيء اللي عندي. والسلام، لا يخطيكم عليا، والله يكبر بكم. والفيديو ديال اليوم غادي يكون شهيوه من عند كليك فود ديال الاخت مريم بركات، اللي هي غنيه على التعريف. ما يمكنش هذيك السيده، ما يمكنش. تبارك الله، اللهم بارك، الله يسخر ليها والله يسهل عليها. خديت المنتوجات ديالها وخليت، قلت ضروري نشاركهم مع الاخوات. تبعوا الفيديو حتى الاخر وان شاء الله غادي يعجبكم، والله يسخر لكل واحد نيته حسنه وتيخدم وتيكافح باش يدير سميتو في السوق بيان سور باخلاص وباجتهاد. الله يسخر لكم تانتوما، وكيف العاده بارطاجيو، ولي كومونتير لي جيم ديالكم راه هما اللي غادي يعاونوا لاباج ديالي باش تعاود تطلع ان شاء الله. كنحماق عليكم ونتلاقاو في فيديو الماجي.